علي الجميلي إداري في مركز الحماية الجوهرية في منبج وريفة. هو دائما الإنسان هو مرتكز الحياة وجوهر الحياة في هذا الوجود وهذا الكون. وبعد انتقال البشر من المجتمعات الطبيعية تحت كنف السلطة والدولة ظهرت مشاكل كثيرة في المجتمع، وكان لابد من تفعيل نظام الحماية لدى الإنسان. ومن هذا المنطلق فالإنسان هو غاية الحياة وواجب الحماية الجوهرية. كون الإنسان هو جوهر الحياة في هذا الوجود كان لابد من تفعيل الدور والدفاع عن الإنسان بكل الأشكال وكل الأساليب الممكنة التي تهدف إلى العدالة والمساواة وأخوة الشعوب والتعايش المشترك والحفاظ أيضا على الهوية الوطنية، كما يقول القائد الأممي عبد الله أوجلان، وحسب نهج الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان. المجتمع نقوم على توعية المجتمع بدورنا تجاه تلك التهديدات التي تمارس علينا من الدولة التركية ومن العدوان التركي المتطلع إلى احتلال أرضنا وإعادة الهيمنة العثمانية على بلادنا، وتلك الحرب الخاصة التي يمارسها ضدنا. خضر أحمد من أهالي مدينة منبج، والتقينا دورات تدريبية، دورات عن التدريب على السلاح تمام، ويوم رمي كمان، ودورة فكرية تمام، كونه نعرف شو عملنا هون ضمن الحارات كلياتها، كيف نحمي حارتنا، كيف نشتغل فيها، كيف نخلي الأهالي تمام يعيشوا بأمان، نساند قواتنا تمام هن بالجبهات ونحن هون ضمن المدينة تمام نحمي هون تمام نحمي. فدنا كثير من هالتدريب هذا، وبشجع الناس كلياتها تنضم معنا تمام، لأنه هي حماية لألون، يعني حماية للمواطن، يعني كونه نحن إنسان، نحن مدنيين عم نخدم حالنا بحالنا يعني.